سلام الله عليكم مشاهدينا، سنة سعيدة نتمناها لكم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من الأولى تتابعونا فيها. بفضل تنوع العرض السياحي بالمغرب وتعدد منتوجاته، المناطق والأقطاب السياحية بالمملكة تجذب أعدادا من السياح من داخل المغرب وخارجه بمناسبة عطلة السنة الميلادية الجديدة. المديرية العامة للأمن الوطني تضع نظاما أمنيا هاما بمناسبة السنة الجديدة، تدابير وترتيبات أمنية وتعبئة بشرية ولوجستية واكبة الاحتفالات. السنة الميلادية الجديدة رهانات وتحديات متعددة في مختلف المجالات، أوراش مفتوحة تضع تحسين أوضاع المواطنين في الصدارة. بنشوة التألق والإنجازات الرياضية، المنتخبات الوطنية لكرة القدم طموحات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج في المنافسات القارية والأولمبية والعالمية، رهانات بوابتها السنة الجديدة. أهلا بكم من جديد. استقبال السنة الميلادية الجديدة فرصة للاستمتاع بالعطلة السنوية، إفران وجهة مفضلة للعديدين لأخذ قسط من الراحة بين أحضان الطبيعة، كما نتابع في ريبورتاج سميرة أسبان، أحمد الفاضلي ويوسف الشركي. لأن أجواءها تظل استثنائية شتاء، إفران تبقى وجهة مفضلة لدى الكثيرين لقضاء عطلة نهاية السنة واستقبال العام الجديد. توافدت الأسر على ساحات إفران المزينة بالأضواء لتقضي آخر الساعات من سنة 2023 في أجواء ماتعة. هكذا يستعد الصغار بدورهم لاستقبال العام الجديد، قدموا ضمن رحلة جماعية إلى المدينة لخوض غمار استكشاف جمال إفران. جيت من الرباط، أنا ديما كنجي مع عائلة، ديما كل راس العام كل فانطاني كنجي هنايا. إفران واعرة واعرة بزاف. حنا جينا وجبنا مجموعة ديال الوليدات باش نحتفلوا برأس السنة في هذه المدينة الجميلة وهذه المدينة الخلابة وهذه المدينة اللي كيعشقها أي واحد. أول مرة جيت في العطلة ديال رأس السنة، جبت الوليدات ديالي، جينا دوزنا العطلة في هذه المدينة الجميلة الخلابة. كنتمنى جميع المغاربة سنة سعيدة بالصحة وطول العمر إن شاء الله. عشاق الطبيعة والهدوء والجبل يصرون على استقبال كل عام جديد في إفران، المدينة التي تصنف ضمن أنظف مدن العالم. هذه المدينة الجبلية التي يبدد فيها دفء التواصل الإنساني برودة الجو. وهذه المدينة الجميلة النوارة إفران يعني فيها شي حوايج ما كيحس بهم غير اللي كيكون فيها. هذا الشيء جميل جدا، عجبني الحال وعجبتني الأجواء الجميلة وهذه الأضواء وهذه الأنوار، وكنشكر السلطات المحلية على هذا الاهتمام ديالها بهذا المجال ديال مدينة إفران، وكنلاحظوا الامن موجود بكثافه وهذا كيشرفنا وكيشرف بلادنا. من مدينه متفرده في طبيعتها ومعمارها ايضا، ترحب الاسر بالعام الجديد بالكثير من الامل والامنيات الجميله، امنيات تبوح بها افواه الصغار. السنة الميلادية الجديدة مناسبة تشهد فيها مرزوقة إقبالا متزايدا من السياح الأجانب، مرزوقة أضحت وجهة عالمية لسياحة الرمال وممارسة الهوايات المرتبطة بها. إيمان سلاوي ومحمد الرشيد. بهدوئها المعتاد وصمتها تشدك رمال مرزوقة إلى ألغازها الدفينة. الصحراء في هيبتها وسخائها وأشعة الشمس الذهبية تتدلى بخيوطها إذانا بمساحة جديدة من الفرح والغبطة. يوم جديد من سنة جديدة اختار من خلالها هؤلاء السياح القادمون من عدة أقطار عبر العالم تسجيته بين هذه المناظر الخلابة. وجدوا طريقة مختلفة للاحتفال بأحلامهم الجديدة وأمالهم والاستمتاع بزيارة المكان في آن واحد عبر تمارين من رياضة اليوغا التي تخاطب العقل والروح بما تمنيه أنفسهم.
أنا أستاذة اليوغا ولقد أتيت إلى المغرب لقضاء عطلة نهاية السنة. أعجبتني المنطقة والأكل المغربي كثيرا ولقد سحرتني روعة المناظر. قدمت من إسبانيا لزيارة هذه المنطقة والاستمتاع بعطلتي في المغرب. الناس يرحبون بنا كثيرا. لا تكتمل روعة المكان بدون جولة تقود السياح والزوار إلى الكثبان الرملية. ألف المكان ببساطته المعهودة، وهناك من خبر كل تفاصيل المكان، يرشدونهم إلى ما خفي عنهم. تكتنز هذه الرمال فرحا وحكايات اختلف رواتها. إنه مكان رائع، ينتابني إحساس خاص وأنا هنا في مرزوقة. القيام بتمارين اليوغا هنا تجربة رائعة. أنا هنا للمرة الثالثة. أنا أستاذة لليوغا وفعلا هذا المكان الساحر. أحس هنا بالراحة والطمأنينة والألفة، وأنصح الجميع بزيارة مرزوقة. فعلا تجربة تستحق أن تروى. Come here and have a nice time because it's feeling like coming back home. And نوع السياحة اللي كان مارسو هي حد سياحة اللي هي فريدة، خاصة يعني المجموعات اللي كيجيو عندنا من جميع الدول، الألمان خاصة الألمان والنمسا والسويس، هو الممارسة ديال اليوغا. قرص الشمس يميل إلى الاستدارة نحو المغيب، وفي القلب بعض من الذكريات التي سرعان ما نحتت لها مكانا في مرزوقة. هذه الأهازيج بدورها تختزل جانبا من سحر المكان وتتغنى بها الساكنة كأفضل طريقة للترحيب بالزوار وبالسنة الجديدة. وللحديث عن انتعاش الحركة السياحية بمناسبة رأس السنة الميلادية، ينضم إلينا مباشرة من ورزازات السيد محمد تخشي رئيس المجلس الجهوي للسياحة درعا. تفيلات سيدي، سنة سعيدة، أهلا بك. المنتوج السياحي بالجهة متعدد ومتنوع بين سياحة ثقافية، فنية، سينمائية وطبيعية كسياحة الرمال المعروفة عالميا. في ظل هذا العرض المتنوع، ما هي وضعية القطاع السياحي اليوم؟ أولا مساء الخير، شكرا على الاستضافة، وسنة سعيدة للجميع، سنة سعيدة للمشاهدين. السياحة كما كتعرفوا في جهة درعا تفيلات متنوعة، سياحة ثقافية وسينمائية وطبيعية. كسبيل المثال الهضاب الرملية ديال مرزوقة والمحاميد الغزلان والشقاقة اللي كتجلب واحد العدد ديال السياح في هاد الوقت هادي اللي هي رأس السنة، وكيفضلوا الاحتفال بهذا الموعد هذا سنويا في هاد الأماكن اللي كتمتاز بطبيعة خلابة اللي هي الهضاب الرملية، وكيمارسوا الهواية ديالهم اللي هي اليوغا، وكيمارسوا حتى هي كل ما يتعلق بالرياضة الميكانيكية اللي بزاف ديال الزوار اللي كيجيو لا من إسبانيا ولا من ألمانيا ولا من البرتغال كيمارسوا هذه المهنة ديال الرياضة الميكانيكية، لا ليكواد ولا ليكاتكات، تيجيو باش يدوزوا راس السنة في هذه المنطقة هذه، ولا موعد عندهم كيزورونا كل رأس السنة باش يتمتعوا بهاد الجمالية ديال هاد المنطقة. والحمد لله الانتعاش ديال السياحة غادي في الارتفاع. كنتمنى إن شاء الله الربط ما بين المدن الكبرى في أوروبا وفي الدول الأخرى باش تكون الوجهة مشهورة وتكون وجهة كتستقطب المزيد من السياح. في نفس السياق سيدي، برأيكم كيف يمكن تطوير وتثمين المنتوج السياحي بالجهة لجعله أكثر جاذبية لعشاق الحمامات الرملية واكتشاف كذلك المؤهلات الفنية والثقافية لهذه الجهة؟
كما تعرفون اللي مازال خاص هذه الجهة هو عندها ثلاثة المطارات، مطار زاكورة ومطار ورزازات ومطار الرشيدية. اللي كيخص هذه الجهة هو المزيد من الترويج المنتوج السياحي اللي المكتب الوطني للسياحة مشكور والوزارة الوصية على القطاع مشكورة، كتبدل واحد المجهود، مجهود اللي هو برنامج عمل اللي هو ما بين المكتب الوطني للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة باش يدير الإشهار ويدير الترويج للمنتوج السياحي ديال الجهة اللي كتفتخر بهذا المنتوج ديالها اللي هو طبيعي وثقافي وسينمائي. وكنتمنوا ان شاء الله الربط ما بين الدول الاوروبيه والدول العالميه وهاد ثلاثه المطارات باش تزيد السياحه نتاعها، لانه الطلب كاين، خاص غير اللي يوصل الكليان، خاص اللي يوصل السياح لهذه المنطقه هذه. كنتمنوا ان شاء الله بحول الله انه الوزاره الوصيه على القطاع تزيد تربط المدن الكبرى في أوروبا وفي أنحاء العالم بهذه الجهة هذه باش تزيد السياحة تنتعش، لأنه هي المصدر ديال المعيشة ديال أغلبية السكان في جهة درعا تافيلات. سيد محمد تخشي رئيس المجلس الجهوي للسياحة درعا تافيلات، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من ورزازات. والمدينة الحمراء تمارس سحرها الذي لا يقاوم على زوارها لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية بين أحضانها. النشاط السياحي بمراكش يعرف ذروته خلال هذه الفترة من السنة. الصورة مع أمين علام والمعتصم بالله البعثوي. بامتدادها على مساحة تفوق 100 هكتار وتوفرها على الآلاف من أشجار الزيتون وبحيرتها الشهيرة، تمثل حدائق المنارة معلمة تاريخية وفضاء طبيعيا يشكل مفخرة للمدينة الحمراء. الحدائق تعد واحدة من أهم الفضاءات الخضراء التي تقبل عليها ساكنة المدينة والزوار للاستمتاع بجمالها، وعطلة نهاية السنة كانت فرصة لتوافد عدد كبير من الزوار على هذه الحديقة. بالنسبة لنا كمراكشيين كيعجبنا بحال هكذا المناره، كنجي ندوزو فيها النهير ديالنا، نجيبو الماكله ديالنا، الغذاء ديالنا، وليداتنا كيلقاو متنفس مزيان، يلعبو كياخذوا راحتهم. تفنى المآثر والمعالم اللي يشوفها الانسان ويتعرف المآثر المغربيه ديالنا اللي كتشرفنا بطبيعه الحال. ما يمكنش حنا من الداخل وما نكتشفوش هذا الخير ديالنا، الناس كيجيو من انحاء العالم كله. اول مره كنجيو لمراكش ورحله زوينه مناظر خلابة، أنايا عجبتنا المنارة، عجبتنا المناظر اللي فيها. حنايا في المنارة كيعجبنا بمناسبة رأس العام ومناسبة زوينة، واخا ما كنحتفلوش كنزيو لهاد الفضاء تاع المنارة والمدينة ومراكش كلها زوينة، ومرحبا بأي واحد جر مراكش مرحبا به. حدائق المنارة هي وجهة مفضلة أيضا لدى السياح الأجانب، فهي تمثل ملاذا هادئا وسط صخب مدينة مراكش، وتقدم نموذجا رائعا لاهتمام المغاربة بالفضاءات الخضراء عبر التاريخ باعتبارها جزءا من موروث متنوع يختزل جانبا من سحر هذه المدينة المتميزة. نحن نبحث عن مكان دافئ، الاستقبال جميل جدا، لقد احتفلنا بنهاية السنة ونعتزم القيام بجولة أخرى بين الرمال. لقد قمنا بجولة في منطقة المنارة، المناظر مميزة جدا، وغدا سنقوم بزيارة إلى منطقة أخرى في الصحراء. لقد تم الترحيب بنا بشكل مبهر، هذه المرة الأولى التي أزور فيها مدينة مراكش. المنطقة تتميز بالهدوء والساكنة تحسن استقبال زائرها. هي مدينة مراكش غنية بمؤهلاتها السياحية، تشكل مفخرة لساكنيها وتأثر بسحرها كل من يزورها لتظل أيقونة متفردة ضمن الوجهات السياحية. ونتحول اللحظة شرقا إلى السعيدية للمكان عشاقه الذين يفضلون تمضية عطلة رأس السنة الميلادية بالجهة الشرقية. المنطقة تراهن على جذب السياح طيلة أشهر السنة. ريبورتاج ياسر العمراني ورشيد العتابي. مدينة السعيدية وانتعاشة سياحية مهمة خلال هذه الفترة من السنة، فترة تتميز بالاحتفال برأس السنة الميلادية، ما جعل المدينة تستقبل زوارا كثر. دائما تنبغيو نجيو، كنجيو في الصيف، وكنا ديغنييغمون هنا في سبتمبر، ودابا عاوتاني ملي شفنا لا برومو اللي دايرين دابا في راس العام، عجبنا الحال وجينا. كتعجبنا الجو ديالها مزيون والبحر، وحنا من فاس تيجينا الحال قريب.
الوحدات الفندقية بالسعيدية تهيأت بشكل جيد لاستقبال الزبناء من خلال توفير كل وسائل الراحة والاستجمام، عروض سياحية متنوعة تلبي جميع الأذواق. كنحرصوا على أننا نعطوهم الأطباق، نحرصوا على المطبخ المغربي اللي كيعرف واحد الإقبال كبير وفيه أطباق متنوعة، وكنتمناو هذا الشيء يكون يفرح الزبائن. كنحاولوا نشجعوا العائلات اللي عندنا الألعاب للزبون الكبير والصغير، وكنتمناو إن شاء الله حتى الكبار ياخذوا معنا الوقت، وعندنا اشتغالات مع الأنيماسيون، وكاين المنطقة كاين الجولف، عندنا الجولف، عندنا كرة القدم. أجواء الاحتفالات برأس السنة الميلادية لقيت استحسان ورضا السياح. كل شيء داروه زوين تبارك الله، والباتينوار حتى هي زوينة، كل شيء زوين. وتبقى مدينة سعيدية وجهة سياحية مميزة على مدار السنة. وللمزيد حول الانتعاش الاستثنائي للقطاع السياحي بجهة الشرق ينضم إلينا مباشرة من بركان السيد يوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالشرق. سيدي سنة سعيدة وأهلا بك. إذن كسب رهان ضمان الحركية السياحية والتجارية بالسعيدية طيلة السنة رهين بانخراط كافة المتداخلين، كيف يتم تنسيق الجهود في هذا الإطار سيد زكي؟ شكرا على الاستضافة وسنة سعيدة. تحقيق الحركية السياحية بالسعيدية طوال السنة خاصة بعد فصل الصيف يعتمد على مشاركة فعالة من جميع الفاعلين السياحيين بالمنطقة الشرقية، والتنسيق لتعزيز المحطة وجعلها مستدامة يستلزم توفير دعم شامل وتعاون من جميع الفئات المعنية، خاصة من أصحاب القرار وكذلك الشركة العمومية للتنمية السياحية المحلية اللي هي موجودة في عين المكان والتي تمتلك القرار داخل المحطة. في هذه الأيام الحمد لله الأخيرة ظهرت علامات إيجابية واضحة بعد فصل الصيف، حيث لم تعد تلك المحطة الشاطئية المهجورة من قبل السياح، إذ بدأت تشهد من حين لآخر اهتمامات متجددة، ويبرز هذا الجهد الملموس الذي تبذله من طبيعة الحال شركة التنمية السعيدية المحلية وبعض المؤسسات الفندقية الكبرى، حيث استمرت وفي تشغيل المرافق ديالها طول السنة، وهذا يعتبر في حد ذاته مؤشر إيجابيا وبداية ناجحة، وذلك على الرغم من تحديات الاستدامة اللي كتعاني بها المنطقة. كما لاحظنا في الأيام الأخيرة أنه كانت بعض الأنشطة داخل المحطة التي تزامنت مع احتفال السنة الجديدة، واللي أعطت واحد الرونق للمحطة الشاطئية السعيدية ولو لوقت قصير، ويبدو أن هذه الفترة تمثل بداية مبشرة للمحطة إن شاء الله، حيث تنمو وتتجدد بخطى جيدة. يتعين احنا كمجلس الجهة وكمسؤولين يتعين علينا التحول نحو سياسة تسوق فيما يخص هالوجهة ديالنا السياحية اللي هي موسمية، حيث أصبح التسوق كما يعلم الجميع يمثل مفتاح للتنمية السياحية في كل الجهات المعروفة عبر العالم، وكما يظهر ذلك في الوجهة التركية التي هي عليها إقبال كثير، وتتوفر لدينا في جميع العوامل والمؤهلات الضرورية لتحويل المنطقة ديالنا ولتحويل الوجهة السياحية متنوعة، تكون متنوعة تجمع ما بين الشاطئ والرياضة وتجربة التسوق. نفس السياق سيد زكي لو سمحت، هاد المحطة إلى وجهة نفس السياق سيد الزكي. نعم. جهة الشرق تتوفر نعم. على مناطق خلابة سواء منها جبلية أو صحراوية، برأيكم كيف يمكن استثمار هذا المعطى في تنمية السعيدية وكذلك كل المناطق المحيطة بها؟ هذا سؤال وجيه. نحن نسعى دائما لتطوير السياحة في المناطق النائية، في المناطق الجبلية والصحراوية التي تتجلى في فيقيق كبديل للسياحة الشاطئية بعد فصل الصيف، وهذا لدينا العديد من الأفكار
لتجاوز الموسمية، ونتطلع لمشاركتها مع جميع الفئات المعنية بالسياحة في المنطقة الشرقية، ونفكر حاليا في إطلاق واحد لقاء سنوي يجمع ما بين التقنيين في مجال السياحة في مجال القطاع السياحي، وكذلك مع الصعيدين الجهوي والوطني وربما حتى الدولي، بهدف صياغة توصيات مختلفة سنوية تكون سنوية تعكس واقع الوجهة وتقدم حلا مستداما للتجاوز هذه الموسمية. ويشرفنا كذلك أن نلاحظ أن المنطقة الحمد لله المنطقة السياحية والوجهة السياحية والجهة السياحية تمتلك جميع المقومات الضرورية لتكون وجهة سياحية متكاملة ومستدامة، وهذا يكون بفضل البنية التحتية الذي الممتازة التي تتوفر في المنطقة الشرقية، لا من طرق ولا مستشفيات ولا كذلك من وسائل الاتصال والمطارات والموانئ ووسائل النقل السكري إلى غيرها. وتوفر هاد المنطقة تتوفر على هذه البنية التحتية اللي تخلينا نمشي إلى السياحة المستدامة، كذلك التنمية السياحية الجبلية والصحراوية التي تتجلى في وجهة فيقيق هي تمشي في التنميات. المناطق الخلفية ستكون مكملة للمحطتين الشاطئيتين في الوجهتين السياحية اللي هي مرتشيكا وكذلك محطة السعيدية اللي هي في حاجة إلى المرافقة من في بتنمية المناطق الخلفية للمنطقة الشرقية. سيد يوسف الزكي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالشرق، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من بركان. الوجهة الآن الصويرة. مدينة الرياح بدورها تعرف إقبالا متزايدا من طرف السياح لتمضية احتفالات رأس السنة في أجوائها المميزة. رشيد إكن وعبد الغني الطهراوي. حين تحلق طيور النورس فوق الساحل وتتكسر الأمواج على الشاطئ بالقرب من الأسوار، فاعلم أنك في ضيافة مدينة الصويرة. المدينة خلال عطلة نهاية السنة تشد إليها الرحال من كل مكان، صيتها تجاوز حدود الوطن والاستمتاع بها منقطع النظير. هناك شمس وبحر، والغاية من زيارتنا للمدينة هو الالتحاق بابنتي لنحتفل معها بالعام الجديد. التحقنا بالمدينة منذ يومين ونحن جد سعداء، فروح المدينة قوية جدا والساكنة مضيافة. في الواقع ما زلت أحتفظ بذكريات للصويرة، كنت قد زرتها منذ عدة سنوات. رحلتنا انطلقت على طول الساحل بدءا من أكادير وتغزوت وصولا إلى الصويرة. صراحة المغرب بلد جميل جدا ونفكر الاستقرار هنا مستقبلا. الصوارة كتير حلوة بتجنن، ناسها كتير حلوة طيبة، الصوارة فيها أشياء مختلفة ما موجودة غير مناطق مثل أكادير. جئنا هنا للصويرة لقضاء عطلة نهاية السنة لأنه إطار جميل، الساكنة مضيافة وتستقبل الزوار بحفاوة. المدينة لها شاطئ جميل وسياحي، فعلا أحسننا اختيار هذا الموقع. جاذبية المدينة لا تقتصر على السياح الأجانب فقط، فسحر الصويرة مندس أيضا في داخل السياح المغاربة، كل حسب درجة عشقه للمدينة. جينا من مدينة مراكش باش نقضيو نهاية رأس السنة الميلادية في مدينة الصويرة. التميز ديالها بالجو الآن المعتدل، أنه مدينة مراكش باردة شوية هاد الأيام، وكذلك بالهدوء اللي تتمتاز به مدينة الصويرة. دابا تبارك الله خاوية وزوينة، وفضلنا ندوزو العطلة ديالنا هنايا، موليها الله يعمرها دار زوينة، كل شيء زوين. مدينة جميلة بزاف، داكشي علاش اختارينا نجيلو لها دابا، لان ما كاينش الناس بزاف، ودابا لقينا راحتنا مزيان. وهاد المدينة هادي الصراحة مدينة جميلة. شاري الصور على قبل الكالم، على قبل انها زوينة مدينة سياحية، على قبل ان التوريست كيجي ومكالمها، وبالنسبة نهربة من ستريس ديال المدينة والخدمة. القاصد الصويرة تمنحه المدينة نفسها دفعة واحدة، هي جوهرة مكنونة في حضن المحيط الأطلسي. سر قوتها لا يكمن في جغرافيتها، بل يتمزج مع تاريخها وعمرانها وترحاب سكانها.
وفي أول أيام السنة الجديدة المغرب يعد من أفضل الوجهات التي يمكن زيارتها خلال سنة 2024 حسب ما ذكرت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية وأوصت القناة الإخبارية في مقال على موقعها الإلكتروني ضمن قسم الأسفار أوصت السياح بزيارة المغرب واستكشاف أماكن أخرى في المملكة مثل تطوان ومكناس الأقل ازدحاما، لكنها بلا شك تضاهي في جاذبيتها المدن الأكثر شعبية من قبيل مراكش والرباط وفاس. إجراءات أمنية هامة تتخذها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية حفاظا على الأمن العام وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. من الدار البيضاء روبورتاج حسن زكي ومحمد شكر. مواكبة أمنية لاحتفالات رأس السنة الميلادية شهدتها مدينة الدار البيضاء ليلا عبر انتشار مكثف لمختلف التشكيلات الأمنية بكل المناطق السياحية للمدينة والمحاور والتقاطعات الطرقية وفق مقاربة استباقية ترم توطيد الإحساس بالأمن والأمان لدى المواطنين والمواطنات. منذ الساعة الأولى كذلك تم التهيئ فيما يخص التغطية الأمنية على صعيد ولايه امن الدار البيضاء، واحد العمليه ديال النداء بالنسبه لجميع العناصر الامنيه تم تحسيسهم كذلك بالتعليمات والتوجيهات المديريه والوقائيه في هذا الشان باش دوز ليله راس السنه في احسن الظروف. الحمد لله الحدود الساعه الامور تتمشي في ظروف جيده بالنسبه للتغطيه الامنيه على صعيد ولايه امن الدار البيضاء شامله، كذلك بالنسبه لكل منطقه امنيه عندها عناصر اللي هي مهمه كافيه زودتنا بها المديريه العامه للامن الوطني بخصوص الوسائل اللوجستيكيه وكذلك العناصر البشريه. وبالنظر للطابع الاحتفالي لهذه الليلة وفق خطة أمنية محكمة تم إقرار تدابير استثنائية تعتمد اليقظة والتدقيق من خلال وضع مجموعة من السدود القضائية والإدارية بجل المحاور الطرقية. ترتيبات تبقى متخاذة اليقظة كذلك الأمنية، والدليل على ذلك بأن كان واحد الإقبال اللي هو مهم ديال المواطنين باش يشعروا بالأمن كذلك، واش كله صف مجرى واحد ألا وهو حماية ديال المواطنين كذلك والأجانب. الآن في منتصف الليل الأمور تمشي بأحسن الظروف، دائما المواكبة الأمنية والتغطية سارية المفعول كذلك حدود الصباح إن شاء الله. ولضمان جو يسوده الأمن والأمان وحماية لحياة وممتلكات المواطنين خلال هذه الليلة استمرت يقظة وحرص جميع القوات الأمنية بكل تفان حتى الساعات الأولى من فاتح يناير من السنة الجديدة. وبالسعيدية عاصمة السياحة بجهة الشرق تدابير أمنية مكثفة لمصالح الأمن التي عبأت مختلف مواردها البشرية واللوجستية بهدف تعزيز الأمن وحفظ النظام العام في مختلف محاور المدينة تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة. محمد بلاوي ورشيد العتبي. السعيدية محطة سياحية وشاطئية يقصدها العديد من الزوار لقضاء عطلة نهاية السنة الميلادية. التعبئة القوية لعناصر الأمن الوطني بهدف تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين وضمان حسن سير هذه الاحتفالات حظية بإشادة العديد من سكان وزوار هذا المنتجع السياحي. دابا من دابا معنا الإجراءات وقفونا، أنا بالنسبة لي عجبني الحال، يعني كنحس بالأمان في البلاد. هذا النهار يعني الإجراءات الأمنية في مدينة السعيدية تجري على ما يرام، والحمد لله كل ما كنجيو هنايا الامور غاديه مليحه الحمد لله. ملي كنشوفوا هاد لا بروتيكسيون هكا حنا بداتنا كنحسوا بالامان، كتمشاو انت مرتاح. لا السلطه ولا البوليس ولا من ما مشيت راك محمي. كاين الامن في ما مشيت وما تخاف بالتا شي حاجه، والامن كيتعامل واحد المعامله الصراحه اللي زوينه بزاف. منطقة أمن السعيدية وضعت استراتيجية أمنية خاصة بهذه المناسبة بغية ضمان إقامة احتفالات نهاية السنة في ظروف جيدة بتقدير روح التضحية بالنفس والتفاني والشعور العالي بالمسؤولية وإنكار للذات والدرجة العالية من الاحترافية التي يظهرها عناصر الأمن باستمرار. تم تنصيب مجموعة من الدوليات سواء الراجلة أو الراكبة لحفظ النظام العام، كذلك دعم للمصالح الأخرى التي تعمل في العمق لزجر الجريمة ومحاربة جميع الشوائب الأمنية والمظاهر الإجرامية.
تم تعبئة كافة الوسائل والتجهيزات اللوجستية والموارد البشرية اللازمة بمناسبة حلول السنة الجديدة. عناصر الأمن انتشرت في مختلف فضاءات المدينة الساحلية بهدف ضمان احتفالات رأس السنة الميلادية في جميع أنحاء المدينة في ظروف ممتازة. وعلى غرار باقي مناطق المملكة، شهدت مدينة وجدة اتخاذ تدابير أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. عودة مع محمد بلاوي، رشيد العتابي ويوسف الشركي. ولاية أمن وجدة وضعت استراتيجية أمنية خاصة بتعبئة كافة الوسائل والتجهيزات اللوجستية والموارد البشرية اللازمة. هنا بهذه السكنة تعطى آخر الترتيبات والتعليمات. عناصر الأمن انتشرت في مختلف أحياء وفضاءات المدينة الألفية، وتم رفع حالة تعبئة عناصر ووحدات الشرطة وإحداث نقاط تفتيش بمداخل المدينة وفي نقاط أخرى ومحاور طرقية وانتشار ميداني لعناصر شرطة المرور. قامت ولاية أمن وجدة والمناطق الأمنية التابعة لها بمباشرة الإجراءات والتدابير الأمنية لتمر هذه الاحتفالات في أحسن الظروف عبر تعبئة كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للتواجد الفعال بالشارع العام، بتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة وضمان انسيابية السير والجولان وتنصيب مجموعة من السدود القضائية ونقاط المراقبة، وكل ذلك من أجل حفظ النظام وصون أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. ووفق مقاربة أساسها الواجب الوطني، عمل رجال الأمن الوطني بوجدة بكثير من الحرص وبشكل استباقي على تأمين احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية في جو يسوده الأمن والأمان بفضل اليقظة المتواصلة لحماية حياة وممتلكات المواطنين. هناك اعتماد وسائل هامة لوجستيكية وبشرية، وهي اهتمامات تعكس محطة جديدة ومتجددة للمجهودات الأمنية المنذورة لتأمين المواطن في ذاته وممتلكاته في جميع الأوقات للمسرات، وكذلك الظروف الصعبة. مصالح الأمن بولاية أمن وجدة قامت بالتنزيل الجيد لتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني بشأن ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المعمول بها في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان. خلال السنة الجديدة تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات من المرفق العام الشرطي. كما تعتزم المديرية تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي. تقرير محمد الوهيبي. راهنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 23 و2000 على تنويع وتقوية آلية التواصل الأمني بغرض توطيد الإحساس بالأمن ومواكبة عمل المصالح العملية للأمن وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى التي تحتضنها بلادنا. وفي مجال الإعلام الرقمي نشرت مصالح الأمن الوطني أزيد من 500 محتوى على حسابها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ركزت فيها على توضيح حقيقة بعض الجرائم والزائفة كتلك المرتبطة بتداعيات الزلزال. وفي سياق متصل واصلت مصالح التواصل الأمني على نشر مجلات الشرطة في منصتها الإلكترونية، كما أعدت عددا من الأشرطة والمحتويات التحسيسية المصورة الموجهة للمواطنين. وتدعيما لمظاهر الشرطة المجتمعية نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 23 و2000 النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة فاس. وفي ذات المنحة استأنفت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخططها الرامي لتدعيم التحسيس بالوسط المدرسي وتحصين التلميذات والتلاميذ ضد مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية،
ولكسب التحديات ومسايرة المستجدات، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مشاريع لتحديث بنياتها وخدماتها، إذ من المزمع إحداث مركز للتكوين الشرطي بمدينة إفران سيشكل قطبا جهويا للتكوين الإقليمي والدولي، تنزيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى دعم علاقات التعاون جنوب جنوب وتعزيز آليات التنسيق الأمني. كما تعتزم تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى. برسم السنة المالية 2023 بلغ عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية ما مجموعه 7513 مستفيدا، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة ناهزت 66%، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع سنوات الثلاث الماضية. فرح سعد. 7513 هو عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 23 و2000، 280 منهم من العنصر النسوي حسب ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني. وقد فاقت نسبة المستفيدين من الترقية 66% من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة غير مسبوقة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية والتي كانت النسبة فيها تتراوح ما بين 42% و43%. ويتوزع عدد المستفيدات والمستفيدين من الترقية ما بين موظفي شرطة الزي الرسمي الذين ناهز عددهم 4810، وموظفي شرطة الزي المدني الذين بلغ عددهم 2703. وقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وعناية خاصة في هذه الترقية للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة. وتحظى الترقية بأهمية بالغة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، وتحرص على انتظاميتها السنوية، ذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم. وفي إطار الجهود لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، أسفرت عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر القرقرات الحدودي جنوب مدينة الدخلة زوال اليوم عن إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات القوية وحجز 362 كيلوغراما و950 جراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق كانت قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية المكونة من 16 رزمة مخبأة بعناية بمقصورة وهيكل شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب مباشرة بعد وصولها إلى المعبر الحدودي القرقرات قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة ومساعده وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر 40 و41 سنة. وأضاف أنه جرى إخضاع السائق المشتبه فيه ومساعده للبحث القضائي الذي تشرف عليه نيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه. ونحن نستقبل السنة الجديدة ملفات اجتماعية واقتصادية ذات أولوية تفرض نفسها على السياسات العمومية هذه السنة: مراجعة مدونة الأسرة، مواصلة بناء ركائز الدولة الاجتماعية، والتأقلم مع التقلبات الاقتصادية العالمية من بين رهانات السنة الجديدة 2024. تقرير سمير أسبان، محمد تونينا وعبد العلي كنوني.
رهانات اجتماعية وتحديات اقتصادية مطروحة هذه السنة على صناع القرار العمومي في الشأن الاجتماعي، تعديل مدونة الأسرة من بين الملفات الأولوية المطروحة اليوم. هذا الإطار القانوني الذي من المنتظر أن يراجع وفق المنهجية التي حددتها التوجيهات الملكية السامية. ورش تعديل مدونة الأسرة أشرك مختلف الفاعلين في المجتمع من خلال جلسات استماع عقدتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مؤسسات وفعاليات مدنية وحقوقية ومهنية وباحثين. مقترحات التعديلات المنبثقة عن المشاورات التشاركية الواسعة ستقدم أمام النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون وعرضه على مصادقة البرلمان. من إيجابيات يعني هذا بلاغ الديوان الملكي هو أنه حدد المدة في 6 أشهر حتى لا يطول انتظار، لأن في الحقيقة المشاكل التي تعرفها المرأة المغربية بصفة خاصة وكذلك المشاكل ديال الأطفال ومشاكل ديال الأسرة بصفة عامة هي مشاكل يعني مستعجلة، لأن هذا التراكم ديال المشاكل يعمق الأزمات ويترك تداعياتها على مجالات أخرى. تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر رهان آخر ينضاف إلى قائمة الأوراش الاجتماعية التي أطلقتها المملكة. في 28 من دجنبر الماضي انطلقت الأسر في الاستفادة من الدفعة الأولى لهذا الدعم، حوالي 1,000,000 أسرة أي ما يعادل 3,500,000 مواطن مغربي تشملهم الدفعة الأولى من هذا الدعم. دعم مالي لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة مهما كانت تركيبتها. الاستفادة من هذا الدعم يستوجب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. هذه الآلية التي اعتمدها المغرب وفق التوجيهات الملكية السامية لضمان استهداف ناجع للأسر للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية على أساس الاستحقاق، ضمنها الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة. مواصلة تفعيل هذا الورش يفرض نفسه بدوره على أجندة السياسات العمومية. الأمل معقود على أن سنة 2024 أن تكون سنة تقييم وتقويم بامتياز، لأن الأمر يتعلق باستراتيجية وضعها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على أساس النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية. نضاف إلى هذا الباب على أن هناك مجموعة من البارومترات والأرقام التي يجب أن نأخذ بها الاعتبار. من بين رهانات سنة 2024 أيضا تفعيل البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، البرنامج الذي حدد مبلغ المساعدة في 100,000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300,000 درهم و70,000 درهم بالنسبة للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300,000 درهم و700,000 درهم مع احتساب الرسوم. هناك الرهان الثاني وأنه هناك مجموعة من الأوراش يعني التي تحتاج إلى دعم، مثلا نتحدث عن تمويل السكن ودعم السكن بشكل كبير. إضافة إلى هذا هناك يعني ورش كبير أظن وهو فيما يخص يعني ورش الماء، لأن اليوم هناك مجموعة من التقلبات المناخية التي نعيشها، نحتاج إلى تحلية مياه البحر، نحتاج إلى بناء مجموعة من السدود. التأقلم مع السياق الاقتصادي العالمي بشكل يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثر القدرة الشرائية رهانات اقتصادية ذات طابع اجتماعي مطروحة هي الأخرى على الحكومة، التي تشابه أيضا تحدي استدامة المالية العمومية كأحد أولويات قانون المالية لسنة 2024. وللحديث باستفاضة عن تحديات ورهانات السنة الجديدة يسعدنا أن نستضيف بلاتو الرئيسية الدكتور بدر زاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسنة الثاني بالدار البيضاء. أهلا بك سيدي وسنة سعيدة. مرحبا، سنة سعيدة لك وسنة سعيدة أيضا لكل المغاربة، مع متمنية الخالصة بأن تكون سنة الازدهار وسنة تحقيق كل الأهداف والأماني إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور الأزرق، المغرب كباقي دول العالم يودع سنة ويستقبل سنة جديدة وسط تحديات ورهانات كبرى، ما هي هذه
أبرز هذه التحديات خلال 2024؟ أكيد اليوم الرهانات والتحديات الكبرى هي ذات طبع اقتصادي محض على المستويين الوطني والدولي أيضا، وكذلك رهانات اجتماعية كبرى ورهانات أيضا مرتبطة بالجانب المناخي. إذا اليوم هذه الرهانات مجتمعة هي نجد أن مقابلها يوجد مجموعة من الأوراش، الأوراش الرامية إلى تسريع تحويل المنظومة الاقتصادية المغربية وتعزيز صمودها، وكذلك هناك مجموعة من الأوراش المرتبطة بالجانب الاجتماعي، وقد سبق أن تحدثنا عن ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر وغيره. ثم هناك آليات أخرى من أجل مواجهة اليوم كل هذه التقلبات المناخية التي أضحت تلقي بظلالها لا سواء على الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو غيره. إذن اليوم كل هذه التحديات اليوم هي تعتبر تحديات حقيقية للمملكة المغربية، وأظن أن اليوم لدينا الآليات من أجل مواجهتها وكذلك ربح هذا التحدي إن شاء الله خلال هذه السنة. دكتور زهرق، ذكرتي التغيرات المناخية ونحن نعيش توالي سنوات الجفاف وإجهاد مائي كتعرفوا بلادنا، أي حلول لمواجهة هذه الإشكالية؟ أكيد اليوم بلغنا لأول مرة يمكن في التاريخ المعاصر للمملكة المغربية مرحلة خطيرة من الندرة المائية، مرحلة خطيرة من تراجع حقينة السدود. اليوم كانت تحدثوا على بين 22-23 حتى 25% هي حقينة السدود. اليوم فترة هي فترة الشتاء، يعني فترة تساقط الأمطار، وهذا شيء خطير وغير مسبوق في تاريخ المملكة المغربية، وبالتالي هذا كانت يطلب أيضا أنها تكون عندنا آليات أيضا لم تكن معتمدة فيما قبل. اليوم التوجه كان صارم نحو الترشيد، وأظن بأن دعوة وزير الداخلية الأخيرة لكل ولاة عمال المملكة بأن يكون صارمين في مسألة هدر الماء والحرف التي تهدر الماء ولا الممارسات والسلوكيات التي تهدر الماء، أن يتعاملوا معها بصرامة وشدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي مسألة البحث عن البدائل الحقيقية، وأظن بأن مسألة البحث عن البدائل الحقيقية هي كانت قبل سنوات، حيث توجه المملكة المغربية نحو إنشاء محطة تحلية، نحو توسيع حقينة السدود، نحو بناء سدود تلية وسدود متوسطة وسدود كبرى جديدة، نحو البحث كذلك عن آليات لترشيد السقي. إذن كل هذه الآليات اليوم بالرغم من أن اليوم عندنا ندرة، عندنا تراجع على مستوى الحقينة وندرة على مستوى التساقطات الغير منتظمة، إلا شيء ما أن هناك عندنا صمود، ولكن هذا الصمود اليوم يجب أن يتم تعزيزه. أظن بأن هذا أهم تحدي اليوم بالنسبة للمملكة المغربية على مستوى الماء. أستاذ الزرق، كنت كلمة الماء وتأثيره على الاقتصاد، تأهيل الاقتصاد الوطني، تنزيل ميثاق الاستثمار، تجويد مناخ الأعمال، تحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية ببلادنا، هي عناوين بارزة من ضمن أخرى للتحديات تنتظر بلادنا خلال سنة 2024، أليس كذلك؟ أكيد هذه التحديات الاقتصادية. واليوم عندنا ورش، الورش الأول هو استكمال تحول بنية الاقتصاد المغربي. الكل كان يعلم بأن الاقتصاد المغربي إلى حدود السنوات الأخيرة الذي كان يهيمن عليه هي الخدمات وهي الفلاحة. الخدمات هي دائما مضطربة لأنها مرتبطة بالسياقات الدولية والأمنية والسياسية الدولية، وكذلك اليوم الفلاحة هي مرتبطة بشكل كبير بالاضطرابات المناخية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن استقرار للاقتصاد المغربي في ظل أنه يرتهن إلى قطاعين شديدي التأثر بالسياقات الخارجية سواء كانت مناخية أو سياسية. إذا كان القرار وفق توجيه صاحب الجلالة تقريبا منذ عقدين من الزمن أننا نعمله بشكل تدريجي بشكل متسارع على إعادة هي المنظومة الاقتصادية للمغرب والتوجه نحو الصناعات الميكانيكية، الصناعات التكنولوجيا، الطاقات المتجددة. واليوم جعلنا ميثاق جديد اللي تم عرض العرض ديالو أمام أنظار صاحب الجلالة السنة الماضية، واللي فتحنا الآفاق على الاستثمار في مجالات جديدة، منها مجالات الصناعات الدوائية والاستشفائية، مجالات الصناعات الدفاعية، الصناعات المتطورة والمتقدمة على المستوى التكنولوجي. إذن اليوم هذه مجالات اليوم كتفتح هي في نفس الوقت هي فرص بالنسبة لتنمية الاقتصاد المغربي وتطويره باش يوصل أنه يكون اقتصاد مستقر وقوي وتنافسي، ولكن في نفس الوقت هي تحديات بالنسبة الاقتصاد المغربي لأن عندنا أهداف مرتبطة بتعزيز تحول المنظومة. إذن اليوم هذه التحديات، وهذه التحديات كما أشرتي هي مرتبطة بمجموعة من المفاهيم، منها السيادة، السيادة الدوائية، السيادة الدفاعية، السيادة كذلك الصناعية. إذن اليوم المملكة المغربية عندها رهانات كبيرة مرتبطة بالسيادة، مرتبطة أيضا بتعزيز تحول هذه المنظومة. دكتور زرق، السياق حديثنا عن تحديات والإكراهات، نتكلموا على موضوع الإضرابات اللي عرفها قطاع التربية والتعليم بلادنا خلال
ثلاثة أشهر الأخيرة. إصلاح النظم التربوية والتعليمية هو مطلب أساسي وحاجة ملحة. ما السبيل إلى تحقيق إصلاح يضع حد للإشكالات والتحديات اللي كتعيق مسار الإصلاح وكتعطل فاعلية هذا القطاع اللي هو حيوي في بلادنا؟ أكيد أكيد اليوم بأن دائما كل القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو غيره مر مجموعة من المراحل اللي كتطلب إعادة ضبط عقاربها مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. كذلك القطاع التعليمي اليوم هو وصل لمرحلة اللي خصو يجد فيها آلياته. وكنظن بأن مسألة الإضرابية بالرغم أن بعض كينظر لها أنها شيء سلبي ولكن شيء إيجابي. أظن بأن حفزات مسألة الإصلاح وحتى التعاطي الإيجابي اليوم للحكومة هو حفز مصلحة الإصلاح، لأن سواء النقابات أو المضربين أو الحكومة الهم ديالهم الأول والأخير هو إصلاح هذه المنظومة. واليوم هذا الإصلاح اللي أعطانا اليوم يعني مجموعة من القرارات الجرية أو غير مسبوقة على مستوى الموارد البشرية، خاصة بالنسبة لمنظومة الأجور اللي غتشهد رفع الأجور بشكل غير مسبوق، كانت تحدثوا على 1500 درهم وأكثر، ولا كذلك حتى على مستوى تكوين تجويد المنظومة، كذلك على مستوى الترقية وإصلاح مجموعة من الملفات اللي كانت عالقة. إذن كانت هذه سنة 2023 هي سنة البت مع مجموعة من النقاط اللي كانت تعيق تطوير منظومة التعليمية، وأظن السنة المقبلة التحدي اللي غيكون عندها بشكل رئيسي في منظومة التعليم هو تنزيل ما تم التوافق عليه والمضي بهذه المنظومة نحو بر الأمان. أستاذ الزرق، بيمكنناش نتكلموا على سنة 2024 دون الحديث عن أنها سنة لاستكمال دعائم تنزيل دعائم الدولة الاجتماعية. ما أهم ما يميز هذه السنة في هذا الموضوع أستاذ الزرق؟ يعني فعلا كنت تكلموا على ورش الحماية الاجتماعية، الدعائم الاجتماعية للدولة، الدولة الاجتماعية بطبيعة الحال هو ورش ملكي واللي تم الاستهلال ديالو في مرحلة صعبة. احنا كنتحدثوا ما قبل كورونا وما بعد كورونا والفترة التضخمية، والكل كان يعني متردد في القول هل سوف ننجح في تنزيل هذا الورش او سوف نفشل. ولكن اليوم احنا بلغنا احد اهم المراحل، جزنا مرحله وضع التصورات الاوليه، دزنا مرحله وضع الهياكل والاسس القانونيه، دزنا المرحله الثالثه اللي هي كانت البحث عن المصادر الماليه وضمان استدامتها. اليوم احنا في مرحله التنزيل، في مرحله الاستفاده. الان عدد كبير من الاسر اللي بداو كيستافدوا من الدعم المباشر، عدد كبير من الاسر اليوم اللي كيستافدوا ايضا من منظومه الرعايه الاجتماعيه، عدد كبير من الاسر اللي اليوم غادي يستافدوا مستقبلا حتى من منظومات من إصلاح منظومات الحماية الاجتماعية والتقاعد. إذن عندنا ورش اليوم سنة 2024 هو الاستمرار في التنزيل وتنزيله بفعالية وتسريع تنزيله والمرور إلى السرعة الثانية على مستوى إصلاح صناديق التقاعد ومنظومات الحماية الاجتماعية. هذه رهانات كبيرة، ولكن اليوم نقدر نقول بأننا احنا فخورين، جزنا الأصعب واليوم احنا في مرحلة التنزيل اللي هي ماشي سهلة ولكن هي مرحلة تتويج كل هذا العمل اللي قمنا به في السنوات الماضية. أستاذ الزرق، نبغي نتوقف معك آخر سؤال. هذه السنة هي سنة إجراء إحصاء للسكان والسكنة بالمملكة، شنو هي الأهمية اللي كيكتتيها هذه العملية واللي كتنظم كل 10 سنوات في بلادنا؟ أكيد وهذا شيء جيد لأن كيعطينا المعطيات الحقيقية. هذه المعطيات الحقيقية اللي كيعطيها لك الإحصاء العام للسكان والسكنة تيمكنك من صياغات مجموعة من السياسات العمومية اللي كتلائم الواقع ديالك، أي كتبنى على معطيات حقيقية. لأن إذا كانت المعطيات غير مغلوطة وغير مدققة وغير محيانة فبطبيعة الحال حتى السياسات العمومية غتكون مغلوطة وغير مدققة وما غاديش توصل للأهداف ديالها. وحنا كما قلنا عندنا ورش كبرى مرتبطة بالسكينة، مرتبطة بالإحصاء والمعطيات ديال السكينة. راه فاش تكلمنا على السجل الاجتماعي الموحد او سجل السكنة السكان السجل الوطني للسكان، راه هذه عبارة على معطيات. واليوم هذه فرصة من اجل اننا نحينوا هذه المعطيات اللي هذه 10 سنين ما حيناها، وفي نفس الوقت نعطيهم مجموعة المعطيات والآليات للحكومة باش تجود العمل ديالها وتجود كذلك السياسات العمومية ديالها. وهذا ايضا احد الرهانات الكبرى لسنة 2024. الدكتور بدر زاهر الأزرق، أذكر أنتم أستاذ القانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا لكم على كل هذه الإضاءات وحضوركم في أول نشرة رئيسية لهذه السنة. كل شكر لك وهذا شرف كبير. مرحبا مشاهدينا. الاحتفال بمقدم السنة الميلادية الجديدة تختلف مشاهده من مكان لآخر، لكن تتوحد الأمان والأمال في سنة جديدة تستجاب فيها الانتظارات. من الرباط روبورتاج عابر ملوكي وياسر مرافق. هي بداية عام جديد تملأها الأمان والانتظارات، يطمح المغاربة في سنة جديدة ملؤها الخير ولكل واحد أمانيه. ما كاينينش اهداف معينه اكثر ما الانسان يكون ملموم مع عائلته وصحته تكون بخير، يكون راحه البال. هذا هو
أهم شيء في الحياة. أتمنى أن 2024 تخلينا بسنة الأفراح إن شاء الله، وتكون ما تكونش بحال العام اللي فات، عشنا بزاف ديال الأحزان منهم ذاك الواقع ديال الزلزال. نتمنى أنها تكون سنة جميلة ومليئة بالأفراح إن شاء الله. نتمنى نحقق النجاح وشي خدمة إن شاء الله، وتكون شي سنة اللي زوينة ومليئة بنجاحات وفاليداسيون. توديع السنة الماضية وبدء السنة الجديدة على أمل أن تكون السنة محملة بالأحلام والأماني التي صعب تحقيقها في السنة الماضية. بالنسبة لهذه السنة أنا كطالبة الأمل الأول ديالي هو أنني نكمل الدراسة ديالي في الماستر هذا العام، وربما نقدر نبدأ واحد مشروع صغير اللي غادي نقدر نسيره بوحدي ولا مع العائلة الصغيرة ديالي. حقق اللي ما حققتوش في 2023 في 2024 إن شاء الله يكون مزدهر إن شاء الله، والمغاربة كاملين يا رب. أهم هدف عندي هو تكون عندي الدار ديالي إن شاء الله، اللي ما كملتاش في 23 كملها في 24 إن شاء الله. سنة أصدل عليها الستار بحلوها ومرها، حقق فيها المغاربة جزءا من أمانهم على أمل تحقيق ما تبقى. في أول أيام السنة العاصمة الاقتصادية للمملكة تتحول إلى مدينة هادئة على غير العادة، يستكين فيه قلبها التجاري النابض طيلة السنة إلى حركية بطيئة، فيما تفضل الأسر تمضية المناسبة في أجواء أسرية. ليلى عسلي وأحمد حبري. مطلع أسبوع بطعم الهدوء بمختلف الأحياء التجارية بالعاصمة الاقتصادية، خلافا للأيام العادية حركة تجارية منخفضة يعزوها تجار هنا بحيدر بعمار لارتباطها باليوم الأول من السنة الميلادية الجديدة، مناسبة تنزع عن الدار البيضاء طابعها الصاخب ولو لمدة محدودة الزمن. اليوم السنة الجديدة يعني كما كتشوفوا السوق يعني كبداية السنة يعني الناس مازالين في عطله والحركه مازال يعني ما كاينش شي حركه، يعني انت كتشوفي السوق كلشي يعني محلات هما محلولين ولكن الكليان ما كاينش، وكنتمنوا ان شاء الله هذه السنه الجديده تدخل علينا في الصحه والسلامه وعلى الجميع وتكون الحركه مزيانه ان شاء الله. النهار الاول في السنه الجديده ما كتكونش، كتكون القضيه شويه مازال ما موجدش يعني يدخل في السنه الجديده. اليوم التجاره شويه ماشي يعني كيف الايام العاديه، يعني موالفين نهار الاثنين كنبداو بالتجاره كيكون شويه ديال الرواج عاديه، كي كتشوفوا السوق خاوي شويه الناس باقا مع راس السنه مرتاحه وداكشي. نتمنوا السعاده السنه سعيده تكون ان شاء الله وتدخل بالخير والخمير ان شاء الله. احياء تجاريه تستكين ومحاور طرقيه رئيسيه تفتقد جزئيا الاصوات المتعاليه للسيارات والدراجات الناريه، فيما تتعالى ضحكات الاطفال رفقه اهلهم ممن اختاروا بدل السفر قضاء وقت ممتع بوسط المدينه وكورنيش عين ثياب، اماكن تستقطب البيضاويين كما الزوار. سنة سعيدة لجميع المغاربة وجميع المسلمين فيما كانوا. كنجيو للمدينة لهاد البلاصة اللي هي تحت الحمام اللي هي معروفة من القديم الزمان، يعني أنا فاش كنت صغير هنا كانوا كيجبوني والديا، وهكذا دابا تزادت عندي واحد البنية الله يخليها ليا كنجيبها حتى هي هنايا باش كتعيش حتى هي ديك الأجواء ديال رأس السنة. أنا زائر هنا أمضيها أنا وابني والأسرة موجودة بلبنان والأجواء كتير حلوة. يوم من الأيام الاستثنائية داخل المدينة المليونية التي لطالما اعتبرت حركيتها مستمرة وضجيجها حتميا مشاهد ظرفية إلى أن تستأنف الدار البيضاء حيويتها ونشاطها المعتدين. وعبر العالم استقبلت دول العالم السنة الميلادية الجديدة باحتفالات وعروض للشعوب الاصطناعية. احتفالات رأس السنة تميزت بإجراءات أمنية مشددة في بعض الدول، وأعرب الجميع عن أمان العام الجديد بعبارات الأمل والسلام في عالم تسوده الحروب والنزاعات. زكية بالقاسم. عام جديد وآمال تتجدد في قلوب ساكنة بلدان العالم. احتفالات رأس السنة في مختلف العواصم كانت بحفلات موسيقية وشهوب اصطناعية أنارت ليلة أمس، وامتزج فيها فرح توديع سنة بأمل استقبال أخرى في عالم أفضل. الرئيس جو بايدن هنأ الأمريكيين بالعام الجديد بالعبارات التالية: آمل أن يحظى الجميع بعام جديد سعيد وصحي وآمن، ولكن أبعد من ذلك آمل أن يفهموا أننا في وضع أفضل من أي دولة في العالم ولقيادة العالم.
المعالم والساحات الأثرية في كبرى العواصم عرفت استنفارا أمنيا حفاظا على سلامة المحتفلين. قمنا بتوزيع منشورات مسبقا وزودنا السكان بالمعلومات. تم تحديد منطقة الاحتفال بوضوح وبالرسوم البيانية حتى يعرف الجميع ما يدور حوله. أنظار العالم تبقى مشدودة إلى التحديات التي تلوح في أفق السنة الجديدة. عسى أن تحمل معها السلام والأمان للإنسان أينما كان. باقي محطات الخبر الدولي نتابعها مختصرة، والبداية من الشرق الأوسط واستقبال أول أيام العام الجديد وسط استمرار القتال. حفظ الهواري. حذرت إسرائيل من أن الحرب على غزة ستستمر طوال عام 2024 بعد ليلة رأس السنة التي شهدت عمليات قصف متواصلة على القطاع، واستهدف قصف مدفعي مدينتي رفح وخان يونس، مما أسفر عن سقوط 24 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال. أكد وزير الدفاع البريطاني أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحوثيين لردع التهديدات لحرية الملاحة في البحر الأحمر. ودخلت المدمرة الإيرانية البرز البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي في ظل ارتفاع التوتر المرتبط بهذا المضيق. ضربت زلازل قوية وسط اليابان ما تسبب في حدوث موجات تسونامي، وطلبت السلطات من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات. وأعلن عن حالة الإنذار في مدن في أقصى الشرق الروسي خوفا من خطر محتمل بحدوث أمواج تسونامي. نعود بكم إلى أخبار الوطن. اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية أمس على بعد 345 كيلومترا جنوب شرق الدخلة، أي بنحو 85 كيلومتر من الساحل، سفينة مشتبها فيها. رفضت الامتثال محاولة الفرار نحو البحر، وعلى متنها 5 أشخاص من بينهم 4 يحملون الجنسية الفنزويلية وآخر يحمل الجنسيتين الموريتانية والبيروفية. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد عملية المراقبة التي نفذها فريق الحظر البحري للفرقاطة للسفينة المذكورة، والتي تبين أنها بدون وثائق ولا ترفع علما، تم تحويلها إلى ميناء الداخلة وتسليمها لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. وحدة مكلفة بمراقبة الحدود على مستوى مدن الناظور والمضيق والفنيدق نفذت الليلة الماضية عدة عمليات اعتراض وإبعاد لمرشحين للهجرة غير النظامية، وشاركت في عمليات تطهير مشتركة بتعاون مع السلطات المحلية وقوات الأمن. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه على مستوى مدينة الناظور قامت هذه الوحدة التابعة للقوات المسلحة الملكية باعتراض ما مجموعه 175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة، جزائرية، مغربية، تونسية، يمنية. وأوضح المصدر ذاته أنها شاركت أيضا خلال عمليات تطهير مشتركة تم تنفيذها على مستوى المدن المذكورة في اعتراض ما مجموعه 935 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يستعدون لمغادرة المغرب باتجاه إسبانيا. وإلى المجال الرياضي، سنة 2023 تميزت بتحقيق حلم أمة طال انتظاره، احتضان المغرب لنهائية كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، خبر سعيد زفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشعب المغربي، وهي تجلي بارز لرؤية ملكية واضحة جعلت المغرب دائما محط اهتمام العالم خدمة لمشروع وطني واعد. محمد أمين نوري وعدنا الهرس. مبروك على المغرب. أولى أيام شهر أكتوبر سنة 2023 صاحب الجلالة يزف الخبر السعيد للشعب المغربي. مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر بالإجماع اعتماد ملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030. كان هذا القرار يضيف بلاغ الديوان الملكي آنذاك إشادة واعتراف بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى. هو مشروع أمة تم التخطيط له بعناية وحكمة ورؤية ملكية متبصرة.
كأس العالم 2030 هي تلك البوتقة التي تنصهر فيها مشاريع تنموية واعدة ونهضة اقتصادية منفتحة وترويج كبير لصورة المغرب، البلد العريق المنفتح على العالم، المفتخر بماضيه المزدهر الذي لطالما حمل على عاتقه حلم قارة بأسرها من خلال كرة القدم كإنجاز متفرد ميدانيا بمونديال قطر. وحين سيستضيف كأس العالم 2030 رفقة جيرانه وقبلها كأس إفريقيا 2025. فيفا وجدت ضالتها في المغرب اعتبارا لمعطيات كثيرة وبالنظر إلى تراكمات ناجحة على مستوى التنظيم. أكيد أن هناك يعني نتائج إيجابية مرتقبة إن شاء الله. أولا لا ننسى أن المغرب إسبانيا وكذلك البرتغال هي قلب العالم، يعني سلاسة الانتقال وبالتالي ستكون دورة ناجحة إن شاء الله. على مستوى الاقتصادي يتوقع أن يساهم الشأن الرياضي في يعني الناتج الداخلي الوطني الخام بنسبة 3%، وهذا هو المرغوب فيه لأن الآن نراهن على 6% باش نخدموا الأورش الاجتماعية المفتوحة. ما ننسوش أننا هناك نراهن كذلك على 3 مليون سائح، ما بين 26 حتى 3 مليون سائح، ربما الآن نسير في الطريقة الصحيحة. الملف المشترك ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا ملف واعد، ملاعب من الأحسن الملاعب العالمية، الشعوب ثلاثة شغوفة بكرة القدم، يعني نجاح التظاهرة مضمون 100%. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيستقبل غدا إعلان الخبر السعيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليعينه صاحب الجلالة رئيسا للجنة كأس العالم 2030. جلالته يعلم أن لا مجال لهدر الزمن، فكثيرة هي الأوراش الرياضية والبنية التحتية التي ستعرف الكثير من التجديد، وأخرى سترى النور في السنوات القليلة القادمة، ليكون المغرب كما عود العالم دائما في موعد مونديال 2030، حيث ستلتقي في حيز جغرافي متقارب دينامية إنسانية ثقافية تاريخية لطالما شكلت عنصر تأثير مضى في مختلف الاتجاهات، ليصنع في تلك المنطقة الأورومتوسطية تفاعلات ثقافية شتى. سيضيف لها مونديال 2030 الكثير من الإشعاع العالمي الكبير. التقارب الجغرافي يعني كاين عدة أشياء مشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، أيضا الحضارة، أيضا نتكلم على التاريخ الرياضي ديال البلدان الثلاثة، يعني تاريخ رياضي اللي في المستوى الجيد. يمكن بان بأن لا المغرب لا إسبانيا فهم عندهم نية مشتركة باش يكون توافق على فين تنظم الافتتاح للنهائي ديال كأس العالم، وحنا كنظن بأن التقارب الجغرافي بين ثلاثة ديال البلدان غادي يخلي كأس العالم اللي غادي تنظم في واحد المستويات الكبيرة، مستوى عالي، أيضا الذكرى المئوية ديال كأس العالم، الكل عازم باش يكون هذا التنظيم يكون مثالي ويكون تاريخي، ويكون أيضا تقارب الحضارات بين المغرب وإفريقيا وأوروبا. قبل الموعد المرتقب صيف 2030 تبدأ سلسلة من اللقاءات والتنسيق والتشاور بين الاتحادات الثلاث المغرب إسبانيا والبرتغال بتنسيق متواصل مع مختلف هياكل الاتحاد الدولي للعبة. أولى بوادر هذا الزخم كان بتوقيع اتفاقية الترشيح المشترك لاستضافة كأس العالم 2030، حيث ستحدد هذه الاتفاقية التوجهات الخاصة بالجوانب التقنية لرسم معالم طريق العمل المشترك للجامعة الثلاث، ترسيخا لرؤية مشتركة تستحضر الإرث التاريخي لنهائية كأس العالم وتطور كرة القدم والتأثير الذي ستبقيه نسخة 2030 على العالم احتراما لضوابط الإطار العام للترشيح. صناعة التاريخ تبدأ بتوقيع هذه الاتفاقية وتستمر مرورا بمحطات شتى قبل الوصول إلى إطلاق صافرة أول مباراة لمونديال الحلم المغرب إسبانيا البرتغال، وتتواصل كإرث مستمر لأجيال قادمة ستظل دائما مفتخرة بإنجازات مملكة لا حدود لطموحها.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد المهدي كسوى إطار وطني ومحلل رياضي، أهلا بك وسنة سعيدة. ودعنا إذن سنة 2023 بإنجازاتها الرياضية المتعددة في مختلف الرياضات في أول أيام السنة الجديدة، نستحضر معك عدة تحديات منها الآنية على المدى القريب وأخرى على المدى المتوسط. البداية ستكون بأول اختبار لكرة القدم الوطنية، نتحدث هنا عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار، بأي طموحات سنخوض هذا التحدي القاري بعد تألق مونديال قطر سيم هديكسوا؟ أهلا نبيلة، وسنة سعيدة إن شاء الله على جميع المغاربة، ملؤها السرور والفرح وإن شاء الله الاستمرارية في النجاح والتوفيق يمكن في البلد ديالنا. فأولا قبل ما نخوض في الموضوع اللي تكلمت عليه، فلابد الإشارة على أنه البلد ديالنا سيستمر في النجاح دياله اللي هو أكيد، والاستثمار في المشروع اللي تقريبا بدينا فيه واللي كان ديال طويل الأمد، فاللي مهم على أنه من بين الأولويات اللي كانت وضعها الجامعة الملكية واللي كانت وضعها الإدارة التقنية في السنوات الأخيرة هو التحدي ديال كأس أمم إفريقيا سنة 2024. ومن أجل هذه المرحلة هذه فلا بد كان من وضع بعض من الأسس، والأسس الأولى هو تكوين منتخب أول متجانس اللي قدر على أنه يصنع سلم المجد قريبا في المرحلة ديال كأس العالم، وتكوين بعض من الأسس اللي دائما كتعتبر شابة، وثانيها هو أنه هذاك المنتخب الأولمبي اللي قدر على أنه يحقق نجاح على مستوى كأس أمم إفريقيا اللي كانت في البلد ديالنا الأخيرة. وبالتالي فاحنا كنا كنلعبوا تقريبا على جوج ديال الأجيال اللي مختلفة، أولها جيل اللي تقريبا تشبع بثقافة ديال الإنجازات اللي تكلمنا عليه هو الأول، اللي كيتعتبر دائما هو من ضمن التوابت والدعامات الأساسية ديال المنتخب الأول، والجيل الثاني اللي كيتعتبر من الجيل ديال الشباب اللي في اعتقادي على أنه قادر على أنه يخلق واحد الثورة على مستوى الكروي في البلد ديالنا. فمن خلال هذا التوحد ومن خلال هذه النظرة اللي ربما السباقية اللي كانت وضعها الجامعة الملكية وكان وضعها كذلك المدرب السيد وليد الركراكي، ففي اعتقادي لأنه قدرنا ندمجوا جوج ديال الأجيال اللي الأساس ديالها هو أنه تحقيق الألقاب على مستوى المدى القريب. وفي اعتقادي على أنه المرحلة المقبلة ديال كأس أمم إفريقيا في دولة الكوت ديفوار فكتعتبر مرحلة انتقالية بالنسبة للرياضة وكرة القدم المغربية، كيف لا، وكنعتبروا هي منطقة عبور ربما النجاحات اللي قادمة. فاللي أكيد اليوم كنتكلموا ولا كنديروا واحد الإطلالة على مستوى التركيبة البشرية ديال المنتخب الوطني، فكتعتبر تركيبة بشرية غنية فيها تقريبا ثقافة وأفكار ديال المدرب اللي واضح لأنه غيعتمد فيها على أوس أساليب خططية وربما طرق خططية اللي فيها غادي تكون متغيرة. وخير دليل لأنه من كنتكلموا على البروفايلات المتواجدة فهي بروفايلات اللي ربما عندها تقريبا واحد النمط اللي كيكون تكتيكي متغير، عندها واحد طرق ديال اللاعب اللي أكيد لأنه كتبقى متغيرة، والأهم فيها هو أنه عنده هدف واحد وأساس واحد لأنه تمثيل البلد ديالنا خير تمثيل. فالرهان أكيد لأنه تحقيق اللقب أو الذهاب لأبعد نقطة اللي كتمثل في نصف النهائي ديال كأس أمم إفريقيا، والرهان الأكبر هو أنه كسب جيل جديد، لأنه لا يجب نسيان على أنه المدرب وليد الركراكي ضخ دماء جديدة بالنسبة للمنتخب الأول بواحد نسبة تقريبا ديال 40%، وهذا معطى إيجابي وذكاء بالمدرب لأنه احتمل الفكر ديالو السباقي والفكر ديالو الاستراتيجي لهذه المرحلة، فدائما كيعول على العنصر ديال الشباب حتى أن نكون واقعيين لأنه اليوم أصبحت لدينا شجرة مثمرة بدات كترخي بالظلال ديالها على مستوى المجموعة ديال المنتخب الوطني، وبالتالي احنا بدينا كنستافدوا من الثمار اللي كتجنيها المنتخبات الوطنيه. وفي اعتقادي على انه المنتخب الاولمبي ولا المنتخب كذلك ديال اقل من 21 سنه بداو كيعطيونا لاعبين اللي بدينا كنستثمروا فيهم ان شاء الله من الناحيه ديال المستقبل. سيميدي، رهان اكبر ينتظرنا على المدى المتوسط، نعني بذلك التنظيم المشترك لكاس العالم 2030 وقبلها بطبيعه الحال كاس امم افريقيا بالمغرب 2025، عنوانان بارزان لتحديات رياضيه. كيف سيكون الاختبار برايك كمحلل رياضي سيم هديكسوا؟ أول هو الاختبار جد مشرف وجد إيجابي بالنسبة لنا احنا كبلد، لأننا أول شيء استثمرنا في العنصر البشري وهذه نقطة مهمة، لأنه اليوم كنبحثوا على الاستثمار في القارة الإفريقية وإعطاء واحد الصورة اللي أكثر من إيجابية. اليوم لا نسعى فقط على الاستثمار في العنصر ربما البشري ولا كذلك العنصر الرياضي، بل نحاول تطوير ما هو اقتصادي، ما هو صناعي، وما هو كذلك متعلق بعنصر المواصلات وكذلك تدبير المراحل اللي غتكون متقدمة في البلد ديالنا. فربما عندنا أساليب
الافكار اللي كتبقى السباقيه وكتبقى مهمه من اجل التطوير، كذلك الدخل البشري بالبلد، وهذا ربما مؤشر ايجابي في البلد ديالنا. فلهذا لزاما علينا اننا لازم اننا نحترموا واحد المعايير اللي كتكون مهمه. اليوم نسعى جيدا لترميم الملاعب، وهذا معطى ايجابي، لانه الا كتلاحظي حتى من خلال الملاعب الموجوده او ست ملاعب الموجوده اللي ربما هي رسميه وربما كتحترم حتى داك دفتر التحملات اللي موجود لا على المستوى الافريقي ولا على المستوى الدولي، فقدرنا على اننا نقطعوا اشواط مهمه. اليوم كنتكلموا كذلك على مستوى الملاعب اللي كنقدروا نهيئوها من كذلك ملاعب تدريبيه ومن مواصلات وكذلك من طرق اللي ربما كنحاولوا على اننا نهيئوها بواحد الطريقه اللي ربما غتكون جديه وطريقه اللي مميزه في البلد ديالنا، فاكيد لانه هذا معدل ومستثمر كذلك ايجابي بالنسبه للبلد ديالنا. اليوم كنتكلموا على ما هو يا رياضي، فالهدف ولا ربما الاستثناء اللي غادي يكون هو اعطاء تمثيليه جيده بالنسبه للتنظيمات اللي اكيد انه غادي تكون سابقه في التاريخ، لانه ملي كنتكلموا على حدث افريقي في البلد ديالنا، في المغرب دائما ما كان كيتاخذ الرهانات ديالو على مستوى التنظيم كبلد افريقي اللي دائما كيحاول يعطي واحد الاشعاع جيد بالنسبه للقاره الافريقيه. الشيء الثاني هو انه ملي كنتكلمي على المستوى ديال كاس العالم والتنظيم ديال كاس العالم، فاليوم ملف ثلاثي بابعاد ورؤى اللي ربما اكيد لانه غادي تكون استثنائيه. اليوم كنتكلموا على مبدا الربط القاري هو اللي عامل اساسي في هذا الحدث هذا، لانه حتى الاتحاد الدولي كيحاول انه يستثمر في هذه النقطه هذه، وتقريب كذلك حتى الطريق على المستوى التنقل بين البلدان الثلاثه، فهذا هو اكيد لانه غادي يعطي واحد النسق اللي هو ايجابي، وحتى على مستوى كذلك اخراج بلد افريقي اللي يقدر يكون عنده ولا يقدر يعطي نجاحات على مستوى النتائج في كره القدم الافريقيه. فاليوم هذا معطى اللي كيساعد كذلك حتى القاره الافريقيه على انه تكتسي واحد الحلال ديال النتائج اللي تقدر تكون تتناسب مع الافكار من هنا لواحد 2030. وبالتالي فنقول على انه الاستثمارات التي يقوم بها البلد ديالنا فاستثمارات مهمه تسعى لاغناء ثقافة والرصيد اللي كيكون كروي، وكذلك اللي أهم هو أنه تسعى لإغناء الرصيد اللي كيكون اقتصادي وكذلك سياسي، وأهم شيء هو أنه توحيد القارة الإفريقية وإعطائها واحد الصورة اللي غتكون أكثر من إيجابية على المستوى العالمي. الإطار الوطني والمحلل الرياضي مهدي كسوة، شكرا لك على كل هذه الإضاءات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. ونتوقف اللحظة مشاهدينا مع أمال وتبريكات الفنانين لكم بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة. السلام عليكم، سنة سعيدة بالخير والرفاه وإن شاء الله الأمن والأمان كيف موالفين في بلادنا في الوطن ديالنا الحبيب. سنة سعيدة لكل المغاربة داخل وخارج المغرب. أتمنى بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة لكل المغاربة لكل جمهوري، أتمنى لهم الصحة والسلامة والعافية، وأتمنى مخلصا بجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطلنا الهمام رمزنا الكبير القوة الهادئة، أتمنى له الصحة كذلك، وأتمنى له المزيد من التألق. بغيت نقول جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن ومتتبعي قناة الأولى سنة سعيدة بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله وجميع المتمنيات، والله يحفظ بلادنا، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا سخاء رخاء سائر أيامنا. كنتمنى لكم سنة سعيدة 2024 تكون لكم بالصحة والسلامة وطول العمر وكل المتمنيات إن شاء الله على جميع المغاربة داخل وخارج الوطن. كنتمنى سنة سعيدة لجميع المغاربة، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله والنجاح، والله يحفظ لنا بلادنا. سنة سعيدة بالصحة والسلامة، كل ما تمنيته إن شاء الله ستر وسلامة للجميع. ختاما مشاهدينا، تذكر بأبرز محطات الخبر للنشرة الرئيسية لهذا المساء. بفضل تنوع العرض السياحي بالمغرب وتعدد منتجاته، المناطق والأقطاب السياحية بالمملكة تجذب أعدادا من السياح من داخل المغرب وخارجه بمناسبة عطلة السنة الميلادية الجديدة. المديرية العامة للأمن الوطني تضع نظاما أمنيا هاما بمناسبة السنة الجديدة، تدابير وترتيبات أمنية وتعبئة بشرية ولوجستية واكبة الاحتفالات. السنة الميلادية الجديدة رهانات وتحديات متعددة في مختلف المجالات، أوراش مفتوحة تضع تحسين أوضاع المواطنين في الصدارة.
نشوة التألق والإنجازات الرياضية، المنتخبات الوطنية لكرة القدم طموحات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج في المنافسات القارية والأولمبية والعالمية، رهانات بوابتها السنة الجديدة. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا مرة أخرى. سنة سعيدة بأطيب المتمنيات وأغلاها لكم مشاهدين أينما كنتم. أطيب الأوقات على الأولى. We'll be right back.